نجا عدد من الركاب من محرقة حقيقية، وذلك بعد اندلاع نيران بحافلة للمسافرين ليلة السبت الأحد على مستوى منطقة أمسكروت بالطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش. ووفق مصدر مطلع لقناة شوف تيفي، فالحافلة التي كان بها عدد من الركاب اندلعت بها ألسنة لهب بعد حدوث تماس كهربائي مفاجئ، ما أدى لاحتراقها بالكامل وتحولها لكومة مشتعلة. ولحسن الحظ لم تخلف أي خسائر بشرية بعدما نزل الركاب الذين كانوا على متنها وفروا بجلودهم مخافة احتراقهم. هذا واستنفر الحريق مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين حلوا بعين المكان، وتم إخماد نيران فيما فتح تحقيق دقيق لتحديد ظروف وملابسات اندلاع الحريق بتعليمات من النيابة العامة المختصة.